يعرض الفيديو لأمر كثيرين ممن يتخوفون من العدوى من فيروس كورونا، ومن أجل التعامل مع الأمر فقد أعد هذا الفيديو. فالهدف من الفيديو ليس إعطاء معلومات بذاتها حول الفيروس نفسه، ولكن بالأحرى طرق التعامل مع المشاعر والمخاوف إزاء هذا الفيروس وما يخلقه بداخلنا من تخوفات. هو يرى أن أكثر ما يثير المخاوف عادة ما يكون وسائل الإعلام والأخبار التي يتم تداولها بوسائل التواصل الاجتماعي، فهي برأيه ما يولد المخاوف والشكوك داخل عقولنا، وهي في كثير من الأحوال مخاوف لا يمكن تبريرها. يذكرنا بأن المواقع الإخبارية ومواقع تداول الأخبار غالبا ما تعمد إلى الإثارة من خلال عناوين مثيرة وملفتة للنظر، وذلك حتى ما تتمكن من جذب انتباه المشاهد أو المتابع لها، ما يولد في كثير من الأحيان مشاعر الخوف الغير مبرر، وهو ما قد يؤدي بدوره أيضا بالتبعية إلى سلوكيات غير مبررة. ثم يقول أنه لا يدعو إلى التهوين من الأمر، فهو لا يدعي مثلا بأن الفيروس ليس حقيقة، فالأرقام تتكلم بوضوح عنه، ولم يقل أيضا بأنه مؤامرة، بل أنه يستطيع أن يقول أنه لا يملك الأدوات للحكم بما إذا كان الأمر بالفعل مبالغ فيه أم غير ذلك. كل ما يريد أن يتحدث عنه في هذا الفيديو هو الخوف المبالغ بل وغير المبرر برأيه أحيانا، وهو ما يؤدي أحيانا لتصرفات غير معقولة، أفعال غريبة كتلك التي سمعناها وشاهدناها، مثلا أولئك الذين لكموا صينيون بالشارع، أو أولئك الذين هجموا على صيدليات لكي يحصلوا على أقنعة قد لا يحتاجونها بالضرورة، وبهذا يكونون قد اعتدوا على حق مرضى حقيقيين ربما هم أولى منهم بالحصول على هذه الأقنعة أو الماسكات. نريد أن نفكر معا كيف نحمي أنفسنا من فخ التضليل، وبالطبع أن نتعلم أيضا اختيار المصادر الموثوقة. أنصحك أيضا بعدم قصف عقلك بأخبار مغلوطة على مدى 24 ساعة، أخبار لا تكاد تتوقف عن فيروس كورونا، ما يجعل عقولنا بل وأجسادنا دائما في حالة تأهب، وهو أمر في الحقيقة غير مفيد لأي شخص. وعليه وبعد اختيار المصادر الموثوقة للأخبار، فمن حق كل امرئ أو كل إنسان أن يتعامل مع الأمر وفقا لأوضاعه الشخصية. فوالدي مثلا يبلغ من العمر 75 عاما وله الحق في أن يتخوف من الأمر، أما ابن عمي فيبلغ من العمر 25 عاما ولذا فهو لا يتخوف كثيرا من الأمر. أيضا البيانات التي يتم تداولها بشأن مدى خطورة وفتك هذا المرض تجعل كثيرين أكثر قلقا، ولكن وعلى الرغم من ذلك أتصور بأن هناك أيضا خوف مبالغ فيه. ولا شك أنه عندما يكون إنسانا ما مصابا بداء الهوس أو أكثر تخوفا بطبيعته، فمن الطبيعي أن يكون الأمر أكثر أهمية وأكثر إثارة بالنسبة له. وفي الواقع يجب التفريق بين الاحتمالية والواقع، فمن المحتمل لأي شخص أن يخرج من منزله فتصدمه شاحنة مثلا، هذا أمر محتمل للجميع ممكن حدوثه، لكن واقع الأمر تفيد الإحصائيات بأن احتمالية وقوعه صغيرة جدا. فهل هذا هنا مبرر للبقاء بالمنزل؟ التخوف من خطورة صحية أمر مقبول ومفهوم، لكن ليس لدرجة الرعب والهلع والهوس. لا أستطيع الحكم إن كان تخوفك من هذا النوع أو ذاك، إن كان مبالغا فيه أو معقولا، لكني أتصور أن تكون قادرا على رؤية مكانك، أن تكون قادرا على تبين موقعك بين هذين العالمين، عالم الإمكانية وعالم الاحتمال، ما هو ممكن وما هو محتمل. هناك أيضا فرق بين القلق والاهتمام. بالطبع أدعوك إلى الاهتمام بنفسك. هناك نوعان من الخوف، خوف محبب وخوف عدائي. الخوف المحبب هو ما لا يدعوك إلى فعل أمور هراء، أنت لا تضع يدك في النار مثلا لألا تحترق، لا تأخذ الطائرة مثلا وتذهب إلى ووهان لأنك تخاف من العدوى، هذا خوف صحي. لكن هناك خوف عدائي أيضا، إنه ما يجعلك تتصرف بعدائية وأحيانا مثل زواحف. وإزاء هذه المخاوف ولاسيما المخاوف العدائية، الخوف العدائي، يمكنك أن تتعامل مع الحاضر
أو أن تقلق بشأن المستقبل، لكن واقع الأمر أن المستقبل يتحدد بناء على اختياراتك الحالية. وأتمنى أن تكون لك طريقتك الخاصة للتعامل مع المستقبل ومخاوفه ورعاية نفسك. أدعوك بالطبع لمراعاة التدابير الصحية التي أقرتها السلطات الصحية، كما أدعوك أيضا لاستغلال الوقت المتاح لك بطريقة بناءة. كيف؟ يمكنك استغلال وقت الفراغ المتاح لك مثلا في القراءة، ربما في حل قضايا تميل بطبيعتها إلى المماطلة. يمكنك استغلال الوقت في تنمية العلاقات، الاستثمار في العلاقات والتدريب، دراسة كورسات من خلال الفيديو، ممارسة الحركة وبعض الرياضة، كل ما تريد بشرط أن تستغل الوقت بصورة جيدة. استخدم أنت الوقت ولا تجعل الوقت يستخدمك. ليكن شعارك الاهتمام بدلا من القلق، وحاول أن توازن بين غريزة الموت وغريزة الحياة. وأعني بذلك أنه عندما تبدو هناك على المشهد أمور كارثية وتظهر على الساحة أخبارا سيئة، فإنك قادر على التعامل من خلال إرادة الحياة بداخلك. حاول أن تتحكم فيما بداخلك من مشاعر، حاول أن تتحكم فيما بداخلك من مشاعر وأفكار، لأن في العادة الناس يفعلون العكس. عادة ما يبدأون في التبرم والشكوى من الظروف المحيطة، الأشياء الخارجية التي لا يمكن لهم التحكم فيها. حاول أن تركز فيما يمكنك تغييره وفيما هو مفيد بالنسبة لك. وفي النهاية أدعوك لتقبل مشاعرك، ولكن أدعوك أيضا للتعامل معها بطريقة صحيحة. أنتظر تعليقاتكم بالأسفل، وأن يكون هذا الفيديو فرصة لمشاركة أفكاركم واقتراحاتكم حول هذا الموضوع. مرحبا وإلى اللقاء.